لا انجز، مش وقته، ما تردش. الو، ايه يا حوده؟ ايوه رامي، انا خلصت اهو شغل واتحركت على اللوكيشن اللي انت بعتهولي. انا بصراحه اتحركت على الساحل. نعم، اتحركت على ايه؟ يعني ايه اتحركت على الساحل؟ رامي، ما انا بعت لك مليون مره، امشي انجز لخص، ما انا مش هضيع الويكند عشانك برضه. تصدق انا انت عيل ندل، انتوا كلكم عيال اندال، عشان انا عمال اتذلل لمديري يسيبني امشي، وتذللت لمراتي عشان تسيبني اجي معاكم، وفي الاخر تسيبني وتمشي. انا مش فارق لك اصلا، انا مش فارق لكم والله العظيم خالص. تمام ماشي. هتعمل ايه طيب؟ يا عم انا هتصرف، مالكش فيه، اوصل انت بالسلامه. سلام. ايه يا رامي، انت وصلت؟ وصلت ايه؟ وصلت انا مرمي في الصحراء عشان محمود بيه سابني ومشي عشان اتاخرت عليه شويه. بقول لك ايه، انا هرجع. لا يا باشا، ترجع ايه؟ انت مش فاهم انت فايتك ايه هنا. بص انا هوريك دلوقتي الكابن، في فوقيها روف، يا ترى هوريك. البحر خطير، بس انا قلت مش هروح حته من غيرك. دلع، متدلعين دلع في المكان ده. بابا كريم اصلا جاب لنا البطيخ اللي هو من غير بذر، بس كسرت تاخد، بس هناخد طبعا. بص الجمال، انا دلوقتي طالع الكابن من فوق. شوف بقى يا كابتن رامي، انت فايتك ايه؟ اتفرج على الجمال. ها، خدها سكرين شوت بقى، انا احطها، فانت انجز دنيتك كده عشان بالليل هنسهر في مكان خطير. ايوه يا حبيبي، ما انا عايز اجي والله. اعمل ايه طيب؟ اعمل ايه باشا؟ انا عندي الحل. افتح انستغرام، نزل ستوري anybody going to ساحل، مليون حد هياخدك. مليون ايه؟ انا عندي 14 فولور. منهم انتوا الثلاثه، ولسه هعمل لمحمود بلوك. اسمع مني بقى. ماشي طيب، انا هشوف كده، هتصرف. طب انا هقفل بقى معاك، عشان كريم عايزني اروح العب معاه ماتش فولي. ما بعرفش العب فولي اصلا، بس لازم اروح. لا، مفيش بيتش ومفيش بحر ومفيش بول، ولا هتاكلوا ولا هتضحكوا اصلا من غير ما اجي، انت فاهم؟ ما تعملوش اي حاجه فن من كده. حقك، انا هقعد هنا مش هتحرك. ماشي، اقفل بقى، شوف صرفك اللي انا فيه ده. يلا سلام. Anybody going to ساحل today؟ ايه يا حبيبتي؟ لا مفيش، انا يعني مفيش مشكله ولا حاجه. انا اصل محمود جالي، لقيته راكب معاه في العربيه ثلاث بنات. قلت له لا طبعا مش هركب معاك، يعني انا راجل متجوز ومحترم، انا ماليش في جو العك ده. اتكل انت على الله يا باشا، وانا لو هروح ماشي اروح، انما انا ما اركبش في الحاجات دي. انا بحب مراتي وبتاع وكده يعني. فمشي بقى، وانا بقى هتصرف يعني. سهله يعني، اهم حاجه ان انا ما اركبش معاه طبعا. لا ماشي، لا ما تلاقيش، هطمنك طبعا، هطمنك. ماشي، يلا باي باي. يا ريتك كنت قلت لي امبارح يا رامي وانا رايح الساحل، كنت خدتك معايا. لسه واصل اهو الحمد لله. طب يا سيدي، برافو عليك يعني، شكرا. ايه ده؟ ولا معاك يا عم رامي، انا مسافر كمان شويه، بس للاسف معيش مكان في العربيه. انت مسافر الساحل ولا ايه؟ لا بطمن انت، ان شاء الله الاسبوع ده هتقضي ويك اند لذيذ. ايه ده؟ احلى ويك اند ده ولا ايه؟ ايوه رامي، عامل ايه؟ انا لو كان عليا كنت اجي اوصلك، بس انا نزلت لقيت الاربع فرق بتوع العربيه متاخدين، والاربع جنوط على طول، بس انا مش هسكت، انا شادي اللي مش عادي. اقعد بقى في حته بقى يا عم، انت سبب في القرف اللي انا فيه ده كله. رامي ازيك؟ انا محمد سامح اللي كنت معاك في المدرسه. انا رايح انا واصحابي اهو الساحل، ومعانا مكان، لو حابب تيجي معانا ابعت لي اللوكيشن. يا الواد ده لسه عايش، واد طيب كده وغلبان طول عمره. يا محمد عامل ايه؟ فاكرك طبعا يا حبيبي، بتفكرني بيك ازاي يعني. والله مش عارف اقول لك ايه، شكرا جدا. معلش بعد اذنك ابعت لي رقمك بس، وانا ابعت لك اللوكيشن اللي انا فيه، بس والنبي بسرعه عشان انا واقف في لا شيء خالص. بقول لكم يا رجاله، اللي محمود فاكرين الواد اللي اسمه محمد سامح اللي كان معاه في المدرسه، الواد المؤدب ابو النضارات ده، بعت لي وقال لي ان هو هياخدني معاه واحنا جايين. بص هو كان عيل ممل كده ونايمان شويه، بس مش مشكله، اي توصيله يعني. يلا انا جاي في الطريق اهو، ما تعملوش حاجه من غيري. محمد؟ لا مش محمد. يا
ايه الاخبار؟ عامله ايه؟ كده واحده بس كده. عامل ايه؟ كله تمام. معلش انا اسف، معرفتكش الستايل المختلف تماما. ولا يهمك. وشكرا جدا بقى، تعبتكم وخدتوا يعني خدتوني معاكم، شكرا كلكم ذوق والله. برو انت معانا خلاص. ماشي شكرا، بس معاكم فين؟ هو ايه ده؟ بص يا برو، انا لقيت نفسي كده كل ما اجي اروح حفله وعايز ادخل باك ستيج لازم يا اما ابقى صاحب الدي جي يا اما ابقى صاحب الاورجنايزر، فقمت عامل الباك ستيج بتاعي وجبت الدي جي وبقيت انا الاورجنايزر واعمل حفلات في اي وقت يعني. لا هي طبعا فكره حلوه جدا وبره الصندوق لمشكله بتواجهنا كلنا كشباب يعني. بالظبط بالظبط يا برو. هو انتوا رايحين فين في الساحل؟ هو مين قال لك ان احنا رايحين الساحل؟ انت؟ انا؟ لا ما دام انا اللي قلت لك كده يبقى احنا بقول لك ايه، تصدق دي فكره حلوه جدا، بقول لكم يا جدعان نروح الساحل. بقول لك ايه، انت بسطتني قوي دلوقتي يا برو. انا بحب الساحل قوي وبحبك انت كمان قوي يا برو. حبيبي حبيبي حبيبي. بس نروح فين في الساحل؟ ما هو ده كان سؤالي ليك من اربع جمل كده فات. بقول لك ايه، مش مهم نروح فين ما دام احنا مع بعض ومبسوطين. يبقى بقول لكم يا جدعان مش مبسوطين؟ وانت مبسوط؟ انا مبسوط جدا. بس انت متاكد ان هم مبسوطين؟ انا حاسسهم بس جاهزين شويه. جاهزين من كتر ما هم مبسوطين يا برو. اوكي هتفهمني هتفهمني كمان شويه. لا انا خلاص بدات افهم يعني. تاخد بق. لا ربنا يخليك، مش عطشان. طب معلش انا عندي استفسار كده، هو اللي سايق العربيه ده المهم بالنسبه لي، يعني حالته ايه؟ يعني مين اللي سايق؟ انا. انت ايه؟ انا اللي سايق. لا تمام قوي كده تمام. ماشي توصل بالسلامه بقى، سوق على مهلك. لا يا برو، بس انت مالك واقف مخشب كده ليه؟ لازم تفضل تحرك نفسك وتفضل سخن عشان تفضل مبسوط يا برو. ايوه لا طبعا انا عارف نوعيه المزيكا اللي هي الخبوطي دي، بس انا الصراحه يعني ايه يا مان، مالكش في الخبوطي ولا ايه؟ لا طبعا ليه في الخبوطي، هو في شاب النهارده مالوش في الخبوطي؟ اي شاب مش خبوطي خليه بقى يتمرمط في الطريق بقى ويركب مواصلات بقى ويروح براحته، انما اللي معانا يركب بس الخبوطي. تسمع مين بقى خبوطي؟ انا بسمع خبوطي عامه يعني اي خبوطي انا بحترمه وبسمعه جدا يعني. لا والله. وعايز اقول لك على حاجه، انا من ساعه ما بقيت خبوطي وانا حاسس ان انا بقيت احسن بكتير يعني، وخليت كل اللي حواليا خبوطيين. زي مين بقى؟ يعني مثال قريب مثلا بابا وماما، يعني كانوا غاويين بقى يسمعوا قديم عبد المطلب اسمهان وبتاع، دلوقتي بقى لما جربوا الخبوطي بقوا خبوطي جدا جدا يعني. ومراتي كانت مثلا في الخطوبه تقول لي انا احب اسمع وائل جسار وائل كفور، ايه المنطقه دي، دلوقتي بقت خبوطي جدا زي. وانت مين اكتر حد بتسمع له؟ اخويا الكبير اكتر حد بسمع له. اخوك الكبير بيلعب تكنو؟ لا اخويا الكبير بيلعب بادل، بس عنده وجهه نظر في الحياه يعني بحب اسمع اراءه قوي. برو اكيد انا مش قصدي اكتر حد بتسمع له كنصيحه، انا قصدي التوب عندك في التكنو. التوب؟ لا اصل التوب ده احنا لو فتحنا النقاش ده هنختلف يعني، انت التوب بالنسبه لك غير التوب بالنسبه لي غير التوب بالنسبه للانسه اللي يعني فاهم، هي في الاول وفي الاخر وجهات نظر واذواق. طب قول لي اكتر ثلاثه بتسمعهم. انا اقول لك اكتر ثلاثه بسمعهم، مثلا عندك ياسر الحريري. ايه بهزر بهزر. لا بص اعفيني من اجابه السؤال ده، لان انا يعني ممكن حد يزعل لما ما اقولش اسمه يعني، فخليني بعيد مش عايز اقول اسماء. يا عم محدش هيزعل، انا عن نفسي بسمع فريدة جن. فريدة جن جامد طبعا. فريدة جن 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 جامد طبعا. انا بحب فريدة جن. وانا بقى بحب الناس بتوعنا. جودت جودت طبعا جامد جدا بحبه طبعا، انت فاهم على فكره فاهم. انا بقى بحب اسمع اللي تراكو شغال ده، دي جي هالوفينيو عارفه؟ ايوه انا عمال اقول ده جي مين ده، دي انت فكرتني هو هالوفينيو. على فكره يا جماعه طول عمرهم في المدرسه بيقولوا انا ومحمد مو يعني مخنا زي بعض، فبصراحه هو هيكسب، هو هالوفينيو نمبر 1. طب بقول لك ايه يا رامي؟ ايه؟ انت مش معانا يا برو، تعالى كده. في ايه اللي حصل؟ معرفش حاجه. مفيش حد اسمه هالوفينيو. في انت اللي مش متابع بس في. بقول لك ايه؟ شوف حد تاني ياخدك الجونه معاه في طريقه، احنا مش هناخدك معانا. احنا مش رايحين الجونه. مع السلامه يا مو. وانت اللي مو. يا جدعان في ايه يا جدعان؟ شوفوا بقى حد يسوق العربية يا جماعة عشان ما تفضلش ماشية لوحدها كده. مش مستاهلة والله. هو في ايه؟ هو في ايه يا مو؟ مالكوا يعني؟ هو ديسكو مصر أثر معاكم في ايه؟
مكبرين الموضوع قوي. Thank you.